صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم ولقائنا معاكم صباح كل يوم من الان وحتى قبل العاشره بدقائق قليله ان شاء الله. هذا الصباح مجموعه من الفقرات والحوارات بنلتقي فيها مع حضراتكم النهارده الاثنين، ثالث يوم من ايام شهر رمضان المعظم. صباح الخير يا شهير. صباح الخير نرمين، صباح الخير مشاهدينا الكرام. حلقه جديده من هذا الصباح نكون معاكم على مدى ساعتين من دلوقتي لحد الساعه 10 الصبح، مجموعه من الاخبار والتقارير المتنوعه بالاضافه الى مجموعه ايضا من الحوارات. من الحوارات الموجودة معنا النهاردة هو حوار عن العادات والتقاليد التاريخية اللي تورثناها على مدى طويلة وطقوس بتكون موجودة في شهر رمضان. هنتعرف على هذه العادات والتقاليد والطقوس اللي تورثها المصريون على مدى هذه القرون الأخيرة. معنا حوار آخر شهاب ليه طابع اقتصادي نوعا ما مشاهدينا، متعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وجهود الحكومة وتوجهها من أجل الاهتمام بهذه المشروعات اللي ممكن يقوم عليها اقتصاد دول كبيرة بتقوم على هذه المشروعات تحديدا مصر في إطار اهتمامها بهذه المشروعات وأيضا تنميتها ومحاولة جذب الشباب لهذه المشروعات تحديدا. البنك المركزي بيطلق مبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر ب 30 مليار جنيه بتستهدف 10 ملايين عميل. هنتكلم عن هذه المبادرة، شروطها وإيه اللي ممكن تقدمه إن شاء الله في سبيل الاهتمام وتنمية المشروعات متناهية الصغر. بالإضافة لكده مشاهدينا الكرام، زي ما عودناكم كل يوم في هذا الصباح بيكون معانا حوار حول أهم وأبرز ما جاء في صحافة القاهرة الصادرة صباح هذا اليوم الاثنين، بنتناولها بالتعليق والتحليل مع أحد الصحفيين المصريين. طبعا معنا وقفتنا المعتادة في هذا الصباح واستعراض لأخبار الرياضة والملاعب وأخبار الاقتصاد وأيضا حالة الجو وحالة المرور إن شاء الله. كل ده حيكون مع حضراتكم في جولة إخبارية نلتقي فيها بكم بعد شخص مختلف. ولكن الأهم من العضلات، ودي اللي انت استحالة تلاقي واحد صحته كويسة جسمه وحش، بس ممكن تلاقي واحد جسمه حلو وصحته وحشة. يعني انا النهاردة ممكن اخش الجيم بس اكون بشرب سجاير، لكن لا يمكن هكون بمارس رياضة فيها تدريبات كبيرة جدا او تركيز كبير جدا على عضلات القلب وانا بشرب سجاير. للأسف بشوف بعض الناس بتعمل ده، بس هتلاقيه بيتعب بسرعه ويستنهك بسرعه، وهتلاقي ان هو عمره الافتراضي جوه الملعب قليل، مش يعني هتلاقيه بيعتزل مبكر، هتلاقيه مش مكمل للاخر، هتلاقيه وصل عند مرحله بعد ما كان في القمه تلاقيه فجاه الدنيا انسحبت من خلاله خالص. عشان كده النهارده هناخد تدريبات ليها علاقه بالفتنس وازاي ان انا اقدر اظبط نفسي وجسمي مع الجو اللي هيبدا معانا، جو الصيف بقى اللي احنا عارفينه في مصر يعني معتادين عليه. هيقول لنا التدريبات دي واكتر منها وزي ما بقول كده الخلاصه بتاعتها والحاجات اللي تاثر معايا جدا وتبتدي تظبط لي جسمي مع دكتور عبد الرحمن. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل، ازيك يا ابو حميد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. عارف انا يعني بحب فيك جدا ما شاء الله، طبعا ربنا يحفظك. راجل ده راجل دكتور درس فترات طويله في السنين وفي الساعات، بيشتغل بيحضر ماجستير، احنا شايفينه ما شاء الله بالوجه اللي احنا شايفينها دي. تمام، انا دخلت في حته تانية عشان عايز اقول لك ان الرياضه ممكن ما تاخدش منك وقت كبير جدا لو انت قدرت تنظمها وتدخلها جوه حياتك. الرياضه مش هتبقى متعبه بالنسبه لك لو انت اشتغلتها صح. الرياضه بص يا احمد، اللي انت بتتكلم فيه ده فعلا المشاكل اللي بتقابل انا الناس الكلاينتس بتوعي، ان انت ممكن تتكلم مع ناس وتظبط دايت وتبدا تدي انستراكشنز تعليمات وتلاقي الجمله اللي بتطلع في وشك على طول، لا والله يا فندم انا وقتي ما يسمحش، لا والله يا فندم اصل ظروف شغلي ما تساعدنيش، اصل ازاي يا فندم احضر اكل واخده معايا، اصل ازاي يا فندم اعمل رياضه ساعه في اليوم. انا بقول لهم كلمه واحده، يعني انت ما تقنعش نفسك ان انت ازحم مني. تمام، انا بشتغل 6 و7 ايام في الاسبوع ومع ذلك باكل اكلي وبتمرن تمرينتي وبشوف شغلي وبشوف بيتي وبشوف كل اللي ورايا.
في النهايه انت عايز شيء هتعمل الشيء ده. احنا النهارده بنتكلم عن الكارديو، كابتن احمد اتكلم عن نقطه مهمه قوي، موضوع النفس. الناس بتشكي انها ممكن تبقى شكله رياضي وكل حاجه، انما تلاقي حركتين ثلاثه هوب راح نفسه وقع منه بالزبط. تمام، احنا مش عايزين ده يبقى حاصل معانا، احنا عايزين ان احنا نعرف الناس ان انت مع الاندورنس تريننج او التمارين اللي بتتحمل اللي بتستخدم فيها التحمل في عضلاتك تبدا تزيد، لازم تدخل تمرين ثاني تتعمد على عضله القلب نفسها، تمرين الايروبكس او تمرين الكارديو. تمام بالزبط. والتمرين الاهم منها تمرين الكور انتنسيتي او تمرين العضلات الداخليه زي عضله البطن بالزبط. احنا النهارده بنتكلم على التمارين دي، هنعمل سيركل ظريفه قوي بين تمارين الكارديو اللي تساعدنا على النفس، وتمرين مهم قوي يا احمد هنتكلم عليه كمان بعد الفاصل هو البلانك. البلانك يا جماعه ده احد تمارين البطن اللي بتعتمد ان انت بثبات جسمك، ثبات عضله بطنك، بتبدا تشدها وتشد الكور واجنابك معاها. كنت سريعا كده كنت عامل برنامج قبل كده ليه علاقه برضه بالتدريبات والرياضه والكلام اللطيف ده، وكنت بصور مع حد هو ما شاء الله بلك او حجم عضلي ضخم جدا، فالمفروض واحنا بنصور هو بيشتغل يعني عداد بوزن تقريبا كان بلاطه او بلاطتين، وده وزن لا يذكر يعني، ممكن الاطفال في الجيم لما تروح تتمرن لاول مره وحضرتك عارف ده بتبتدي تشتغل بالاوزان دي. تمام، فالراجل عمل 20 عده 25 عده وانا بتكلم وهو شغال. تمام، عايز اقول لك وقف لقيته بينهج، تعب جدا مش قادر يكمل. تمام، غير التيشيرت بتاعه، ده دليل ان الراجل ده منظر، الراجل ده شكل، الراجل ده زيرو صحه، الراجل ده مش هو ده اللي انا يعني لما انا هوصل للحجم العضلي ده مش كده انا شخص رياضي. عمر ما كان يا جماعه الحجم هو الغايه، احنا بالزبط. في النهايه برضو لازم اهدافك حاجه واحده، تناسق جسمك ورضاك انت عن شكلك بالزبط. انت تكون راضي عن شكلك وراضي عن صحتك، وفي نفس الوقت بعيد عن الامراض، بعيد عن الاصابات، بصحه جيده، انت ساتسفايد من نفسك وعامل قدر المستطاع، ابذل قدر المستطاع من مجهود ان انت شغلك يمشي كويس، رياضتك وصحتك تمشي كويس، الدايت بتاعك يمشي كويس، هتلاقي ان انت في الاخر الاوتكم بتاعك كله ظريف جدا ان شاء الله. عشان كده بعد الفاصل عايزكم تركزوا معانا، واللي يقدر يشتغل منكم معانا بعد الفاصل احنا هتلاقي مستقبل. برضو كل فيديوهاتكم وكل فيديوهاتكم هتلاقوها على طول على الصفحه بتاعتنا، العنوان هيبقى موجود دايما على الصفحه والشاشه عندنا. استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم يا جماعه بعد الفاصل، مكملين مع بعض في فقرتنا الرياضيه الصباحيه. ناس كتير كانت بتشكي من موضوع النفس وموضوع صعوبه الاداء الحركي بتاع النفس بتاعها بالنسبه للتمارين، واحنا اتفقنا مع بعض قبل كده ان احسن حاجه تحسن نفسنا وتحرق دهون بالنسبه لنا هي تمارين الكارديو. فاحنا النهارده الفقره بتاعتنا هتبقى ظريفه قوي، هنعمل مع بعض ثلاث حركات مثلا او حركتين كارديو ونختمهم بالبلانك. هتقول لي ايه هو البلانك؟ البلانك ده من احد اهم التمارين اللي احنا بنعملها للبطن او لعضلات الكور اوف ذا بودي، ان انت بتبقى بطنك دي مشدوده تمام، وبتساعدك جدا 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 ان انت يبقى ليك باور او عزم من منطقه الابدومين او منطقه البطن بتاعتنا. خلاص، يبقى احنا اتفقنا بعض هنعمل مع بعض دلوقتي كارديو، والكارديو هنختمه بالبلانك، ونعمل السايكل دي اكتر مره، تقدر تعملها الصبح، تقدر تعملها بعد الظهر، تقدر تعملها بالليل، بس انت تقدر تعمل السايكل دي المهم بتايمز مع بعض 30 ثانيه كل حركه او عدات ورا بعض لكل حركه. تمام، نبدا يا جماعه مع بعض. هنبدا الهاي نيز مع بعض، يلا 1 2 3 4 5 برضو لحد 10، هتقوم عليها مع الهاي نيز 2 3 4 برضو لغاية 10، وبعد كده مع الجامبنج جاكس برضو كله بالوقت او العداد زي ما يناسبك، وهنختمها بالبلانك. تنزل هتثبت على كوعك، ظهرك مفرود، شدد عضلات بطنك وتعد. اهم حاجه تنظيم نفسك، تفضل ثابت في الحركه وتشد عضلات بطنك، ويبقى انت كده قفلت السيركل كلها. تمام، الثلاث حركات مع بعض والبلانك هنعدهم مع بعض تاني. يلا يا جماعه، يلا 1 ثم الهاي هيلز ثم الجامبنج جاكس، وتختمهم بالبلانك على طول، وتعد الوقت بتاعك 30 ثانيه لغايه دقيقه. ظهرك مفرود، كوعك ثابت، دي كانت فكره بسيطه يا جماعه عن تمرين الكارديو، وختمناها مع بعض على طول في البلانك. نستمر مع بعض يا جماعه الدايت، نبعد عن الاصابات ونستمر على الرياضه، واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه.
اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الصباح. هنبتدي معاكم جولتنا الاخباريه المتنوعه وهنبتديها بالتعرف على احوال الجو. معانا دكتوره امال حنفي رئيس الاداره المركزيه للتنبؤات بهيئه الارصاد الجويه. اهلا بيكي دكتوره امال. خير استاذه نرمين والاستاذ شهاب وكل الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضرتك طيبه. دكتوره امال، عايزين نتعرف من حضرتك على حاله الطقس المتوقعه النهارده على انحاء جمهوريه مصر العربيه، وهل هنشهد ارتفاع في درجات الحرارة؟ كل خرائط الطقس بتشير بأن النهاردة هنشعر بطقس معتدل، هيكون على السواحل الشمالية من أول للسلوم ومطرح وحتى رفح والعريش، لكن هيكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وبيصل حتى شمال الصعيد في الفيوم والمنيا وحتى أسيوط، وبيكون شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا. أثناء الليل بيكون الجو لطيف، في دلوقتي في السماء سحب منخفضة ومتوسطة بتكون على شمال البلاد، وفي تكون للشبوره المائيه بتكون في الصباح وبتتلاشى كل ما زادت ساعات سطوع الشمس، هتكون على السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره وبتصل حتى مدن القناه. اما الرياح فهي معتدله على البحرين ومهيئين تماما لجميع الانشطه البحريه. طيب دكتوره امال، احنا بدانا نشعر بانه في ارتفاع طفيف في نسب الرطوبه تحديدا بالليل، هل ده حقيقي؟ وهل نسب الرطوبه اعلى فعلا في الفتره الحاليه او في الايام الحاليه؟ لا، هي نسب الرطوبه كلها حوالين المعدل، لكن بتتراوح ما بين في الجنوب 25 على القاهره والوجه البحري بتكون 70%، وبتكون 85% دي اثناء الليل زي ما حضرتك بتقولي، لكن اثناء النهار بتكون ما بين 10 الى 45، فده كل ده في معدلاتها. وبعدين نسب الرطوبه بتعلى في فصل الصيف اكتر من الفصل الحالي، لان الفصل الحالي بتكون نسب الرطوبه فيه مش بتكون مرتفعة. يعني الارتفاع في الرطوبة بيبتدي معانا من فصل الصيف. هو ان شاء الله المفروض فصل الصيف هيبتدي معانا امتى دكتورة امين؟ ان شاء الله من 21 يونيو، يعني قدامنا حوالي 3 أسابيع ويبدا معانا فصل الصيف. عشان كده احنا دلوقتي ابتدينا نشعر بان النص الثاني من فصل الربيع بيبقى شبه فصل الصيف درجات الحرارة. تمام. طيب دكتورة أمال، في ناس بتفضل أنها يعني تسافر على مسافات بعيدة في الفترة المسائية أو بعد الفطار في رمضان، الشبورة بتبتدي تنزل من إمتى يا فندم؟ الشبورة بتتكون مع أول ساعات النهار، يعني نقول من بعد صلاة الفجر كده، وبتتلاشى حوالي على الساعة 8-9، ده أقصى ميعاد ليها يعني. طيب درجات الحرارة طبعا اللي اتفضلي. بالنسبه للحرارات على السواحل الشماليه الغربيه، السلوم مطروح وحتى اسكندريه بتكون 26 وصغرى 19، اما السواحل الشماليه الشرقيه رفح والعريش وشمال سيناء 27-20، الوجه البحري والقاهره بنتوقع لها النهارده 33 وصغرى 22، اما جنوب سيناء والغردقه 36 وصغرى 26، جنوب شمال الصعيد 36-22، جنوب الصعيد في الأقصر وأسوان وحلايب وجلاتين 43 والصغرى 27. ماشي، شكرا لحضرتك دكتورة أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوي. نبتدي مع حضراتكم مجموعة من الأخبار المتنوعة، هنبتديها بتصريحات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن فوز 55 عالم مصري بجوائز الدولة في العلوم والتكنولوجيا لعام 2016. وأكد عبد الغفار في المؤتمر الصحفي اللي عقده بالأمس أنه، وده كان طبعا عقب اجتماع مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أكد على إيمان القيادة السياسية بدور العلماء والباحثين المصريين في تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة، اللي طبعا بيسهم في عملية التنمية المستدامة مع حرص الدولة على دعم وتشجيع العلماء والباحثين. من جانبه قال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية أنه تقدم لجوائز الدولة للعلوم 391 باحث فاز منهم 55 عالما من بينهم 7 سيدات. أيضا أشار إلى أنه فاز بجوائز النيل في مجال العلوم الدكتور جمال الدين عصمت أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتورة فايزة محمد محمود الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث، والدكتورة فينيس كامل جودة أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث ووزيرة البحث العلمي سابقا.
أيضا أوضح أن جامعة القاهرة احتلت المركز الأول من حيث عدد الجوائز، حيث حصلت على 12 جائزة، بيليها المركز القومي للبحوث بتسع جوائز، ثم جامعة أسيوط بسبع جوائز، وجامعة المنصورة بخمس جوائز، وجامعة جنوب الوادي بثلاث جوائز. في إطار الفعاليات المختلفة والأجواء الرمضانية اللي بتقيمها العديد من المناطق والدور والهيئات التابعة لوزارة الثقافة، بيفتتح وزير الثقافة حلم النمنم يوم الأربع المقبل إن شاء الله ليالي رمضان الثقافية والفنية اللي بتستمر لمدة 10 أيام في شارع المعز. فعاليات الافتتاح هتتضمن، طبعا هي بتقام مبدئيا في مقهى نجيب محفوظ بوكالة بزرعة، وهتتضمن ندوة موسعة بعنوان الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017، وده طبعا بمناسبة اختيار مدينة الأقصر عاصمة للثقافة العربية. بيتخلل هذه الندوة كلمات لكل من وزير الثقافة، ويشارك أيضا فيها الأديب الكبير بهاء طاهر. أيضا الليلة الشعرية الغنائية الأولى هتقام بمشاركة الشعراء أحمد فؤاد جويلي وأسامة البنا ورمضان عبد العليم. وعلى مسرح سور القاهرة الشمالي بشارع المعز بيتم تقديم عروض لفرق أطفال تنورة بنها وسهاج مطروح للفنون الشعبية والنيل للموسيقى الشعبية. أيضا هتقدم فرقة التنورة التراثية عروضها الفنية بوكالة الغوري، والإدارة العامة للمواهب هتنظم عدة ورش فنية بتتضمن معرض لأعمال الموهوبين وإقامة مسابقة ثقافية وعلمية لاكتشاف الموهوبين بباب النصر. أيضا في إطار حديثنا عن الفعاليات والأنشطة الثقافية اللي بتشهدها مصر في شهر رمضان المبارك، بجانب بالطبع الأجواء الروحانية والمشاعر والطقوس الدينية، بعد 15 سنة تحديدا من عمليات الترميم تم فتح أبواب قصر الأميرة عائشة فهمي بالقاهرة للجمهور خلال أيام شهر رمضان، وبإمكان الزوار أيضا التمتع بهذا المعرض اللي بيضم أعمال لرسامين دوليين ومصريين من زمن بيعود إلى القرن 17. بهذا الافتتاح مشاهدينا الكرام بيحظى أو سيحظى محبو الفنون في مصر بمزار جديد داخل القصر، بيقام معرض بيحمل اسم من كنوز متاحفنا، بيعرض مجموعة من الأعمال الخاصة لكبار الفنانين المصريين. بيدير قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة القصر حاليا، ويعتزم تحويله إلى مجمع للفنون المعاصرة. بني قصر عائشة فهمي عام 1907، وصممه المعماري الإيطالي أنطونيو لاشاك، والمعرض بيعتبر وسيلة لتسليط الضوء على التراث الفني للبلاد، حيث يضم مجموعة من أفضل المجموعات الفنية في العالم. زي ما تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية، ومهرجان كان أسدل الستار على مهرجان كان السينمائي في نسخته 70 اللي انطلقت فعالياتها يوم 17 مايو الجاري بمدينة كان في جنوب فرنسا وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة. تم منح الجوائز للفائزين في الحفل الختامي لمهرجان كان، وتم منح أيضا جائزة السعفة الذهبية للفيلم الدرامي السويدي The Square. أما الجائزة الكبرى وهي ثاني أهم جوائز مهرجان كان، طبعا كانت من نصيب فيلم 120 خفقة في الدقيقة، وده كان للمخرج الفرنسي روبن كابيلو. نتابع مشاهدينا تفاصيل أكثر حول ختام مهرجان كان في سياق تقريرنا التالي. أسدل الستار على مهرجان كان السينمائي في نسخته 70 بمدينة كان بجنوب فرنسا وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة. ومنح المهرجان جائزة السعفة الذهبية للفيلم الدرامي السويدي The Square. الجراند بري اتقسيبوه 120 بيتس فير مينيت. أما الجائزة الكبرى وهي ثاني أهم جوائز المهرجان فكانت من نصيب فيلم 120 خفقة في الدقيقة للفرنسي روبن كامبيو. بينما نال الممثل الأمريكي جواكين فينيكس جائزة أفضل ممثل عن دور البطولة في فيلم لم تكن أبدا حقا هنا للبريطانية لين رامسي. دايان كروغر. كما فازت الألمانية الأمريكية دايان كروغر بطلة فيلم من العدم للمخرج الألماني من أصل تركي فاتح أكين بجائزة أفضل ممثلة في هذه الدورة. يشار إلى أن المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار ترأس لجنة تحكيم المهرجان التي ضمت 8 أعضاء،
وكان المخرج المصري محمد دياب قد اختاره المهرجان ليكون عضوا في لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، ثاني أهم مسابقات المهرجان، والتي ترأس لجنة تحكيمها هذا العام النجمة الأمريكية أوما ثورمان. خبرنا التالي مشاهدينا الكرام متعلق بعلوم الفضاء. نجحت مركبة الفضاء جونو في المرور الأول بجانب كوكب المشتري، وكشفت خلال المرور عن أسرار طبعا خاصة بطبيعة الغلاف الجوي والظروف الداخلية اللي بتتحدى الافتراضات السابقة حول كوكب المشتري العملاق. وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد بدأت مهمة مركبة الفضاء جونو في 2011، ونجحت مؤخرا في إرسال المعلومات والصور عن الكوكب العملاق. ووصف بيان ناسا كوكب المشتري بأنه كوكب معقد مليء بالاضطرابات الجوية والأعاصير الفوضوية، وأن هناك المزيد من المفاجآت التي ستغير وجهة نظر العالم في هذا الكوكب. كشفت إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الكاميرات عن كاميرا جديدة صغيرة الحجم بتستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبتتصل مباشرة مع الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم من أجل طباعة أي صورة على الهاتف فورا في بضع ثوان باستخدام تكنولوجيا الطباعة الحرارية. طبعا دي مش بس هي مزايا الكاميرا، هي أيضا بتقوم بتسجيل مقاطع فيديو 6 ثواني لكل صورة بتقوم بالتقاطها بالهاتف الذكي، وعند طباعة هذه الصور يمكن رؤيتها بشكل متحرك عندما توجه إليها الهاتف الذكي الخاص بك، وفي كل مرة بتقوم فيها بفتح التطبيق الخاص بالكاميرا ومسح صورة ثابتة فمقطع الفيديو ده هيعمل على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالفرد. سلسلة الأفلام الشهيرة المتحولون أو ترانسفورمرز ممكن تكون يعني أو ممكن تشكل أفكار كتيرة للعديد من المبدعين والموهوبين في مجال تحويل السيارات الآلية، وده فعلا اللي قام به رجل وابنه، نجحوا في تحويل سيارة قديمة إلى روبوت حقيقي مستوحى من فيلم المتحولون وبيمتلك أيضا مقصورات وأسلحة آلية. أمضى الروسي جنادي كوشيرجا وابنه سيرجي حوالي 6 أشهر في تحويل السيارة إلى هذا الروبوت، ويظهر الفيديو الاثنين وهما يستعرضان الروبوت ويثيران إعجاب الحشود، بينما بتقف الآلة منتصبة وتطلق النيران في الهواء وفقا لصحيفة ميرور البريطانية. كوشيرجا قال إن السيارة بتبدو ذات مستوى عالمي حيث يمكنها السير وإطلاق النيران، كما أنها أيضا تقدم نفس الخدع الموجودة في الفيلم والكرتون، وأشار إلى أن الخطة لبناء سيارتين قائمتين على نفس الفكرة في العام المقبل. أيضا في حادثة طريفة من نوعها، شرد 2 من الجمال حيث فقد طريقهما ووصل إلى الطريق العام، وذلك في مدينة كاراماي بشمال غرب الصين. طبعا رجال المرور حاولوا ان هم يسيطروا على الوضع ويعني يقوموا بجمع هذه الجمال مره اخرى عشان يبعدوهم عن الطريق العام ويعيدوهم الى طريقهم، الا انه الجمالين اخذوا يعني ما حاولوش او ما عرفوش يستجيبوا لهذه الضغوط من جانب رجال المرور واخذوا يتحركوا بشكل عشوائي لليمين واليسار، وفوجئ رجال المرور او حاولوا ان هم يوجهوا قائدي السيارات عشان يخففوا من سرعتهم حتى لا يتم التسبب في اي حوادث، ولكن الوضع فضل كده شويه تقريبا لمده نص ساعه، قطع فيها رجال المرور والجمال مسافه 5 كيلومتر بيجروا ورا بعض علشان يقدروا ان هم يسيطروا عليهم علشان يعودوا الى مكانهم بعيدا عن الطريق العام. طبعا كلنا بنعاني دلوقتي انه اطفالنا بيستخدموا الهواتف الذكيه واجهزه الاتصال الحديثه على فترات طويله جدا وبشكل يعني كبير، وده بيأثر او ليه تاثيرات للاسف سلبيه على نمو الطفل وعلى سلوكه ايضا. الخبراء دايما بينصحوا بتقليص مده استخدام الاطفال للاجهزه الذكيه لمنع حدوث مشكلات في السلوك لديهم، وفي دراسه امريكيه حديثه حذرت الاباء والامهات انه الاباء والامهات
نفسهم اللي بيدمنوا الجلوس أمام شاشات هذه الأجهزة بيكونوا أيضا سبب في تعرض أبنائهم لاضطرابات سلوكية. أظهرت البيانات اللي جمعها باحثون في جامعة إلينوي أن تكرار جلوس الأب والأم على مدار اليوم لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي بتزيد من احتمالات إصابة أطفالهم بمشكلات في السلوك. وأوضح الباحثون وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية أن انشغال الأبوين بتصفح الفيسبوك أو إرسال رسائل نصية خلال وقت اللعب مع الأطفال بيشعر الأطفال بأنهم مهملون، مما يسهم في زيادة نوبات الغضب لديهم. أضافوا أيضا أنه حتى مع انشغال الأب أو الأم لبضع ثواني لتصفح موقع انستجرام على سبيل المثال أثناء التحدث مع الأبناء، فإن هذا الأمر قد يقود إلى اضطرابات سلوكية غير مرغوب فيها. أوضحوا أيضا أنه من الصعب الجمع بين الانتباه للمعلومات الغزيرة التي تحتوي عليها مواقع التواصل الاجتماعي وما يتحدث به الأطفال في نفس الوقت، مما يضيع التواصل التعاطفي أو يضيع التواصل التعاطفي بين الآباء والأبناء. بكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معاكم لختام جولتنا الإخبارية المتنوعة في لقائنا مع حضراتكم في هذا الصباح. فقرات هذا الصباح لسه مستمرة معاكم، ولكن بعد